من الشغف بالأدب العربي إلى السياسة، جرفت الثورة السورية ابن العشيرة أحمد عاصي الجربة ليصبح الرئيس الجديد للائتلاف الوطني السوري المعارض. ينتمي أحمد الجربة إلى عشيرة شمر، إحدى أكبر العشائر العربية التي لها موقع اجتماعي بارز، ويعرف عنه البساطة والفكاهة إلى جانب المثابرة والإيمان بالعمل الجماعي. صحيح أن أوساط المعارضة السورية لم تكن تعرف عن هذا الرجل الكثير، فهاجمه البعض بداية، لكن هذا الرجل سرعان ما تمكن من فرض نفسه داخل مواقع المعارضة. ساعدته على ذلك شخصية ابن العشيرة في داخله والقدرة على احتمال النقاشات الطويلة بصبر وجلد، فضلا عن نشأته في العشيرة كما مع أكراد سورية. وهذا ما يراهن عليه كثيرون من أجل أن يتمكن الجربة من أن يحبك علاقات مع المحيطين العربي والكردي. بيروت لم تكن بعيدة عن أحمد الجربة، فبعد الولادة عام 1969 في القامشلي والنشأة في الحسكة، جاء إلى بيروت ليدرس ويحوش شهادة الحقوق من جامعة بيروت العربية. إثر الثورة بقي أحمد الجربة في سوريا ولم يغادرها إلا قبل نحو 9 أشهر عن طريق لبنان، ليصبح متنقلا بين القاهرة وإسطنبول. بين الأعوام 1996 و98 اعتقل أحمد الجربة في سوريا بسبب مناهضته للنظام، كما اعتقل مرة أخرى في آذار 2011. ومع ذلك فإن بعض مجموعات المعارضة لم تثق به ولم ترتح لانتخابه بعد معركة حامية خلفا لأحمد معاذ الخطيب. وقد سبق هذا الانتخاب علاقة متوترة لأحمد الجربة مع الائتلاف الوطني السوري إثر تعليقه العضوية مع آخرين في آذار 2013 اعتراضا على انتخاب غسان هيثو آنذاك رئيسا للحكومة السورية. وأتى هذا التعليق نتيجة خلاف حاد بين تيارين داخل الائتلاف، لكن الجربة عاد إلى الائتلاف في أيار 2013 وعمل على ضم كتلة ميشيل كيلو المعروفة باسم الكتلة الديمقراطية. الجربة الذي هو أحد مؤسسي المجلس الوطني السوري يواجه مجموعة تحديات قد يكون أولها وأخطرها حجم الانقسامات التي تضرب القوى المعارضة المنضوية وغير المنضوية داخل الائتلاف، فضلا عن القدرة على تسويق المعارضة لنفسها في الخارج الذي ينظر بريبة كبيرة إلى هذه المعارضة التي تشوهت صورتها مع دخول العنصر المتطرف الأصولي والإرهابي إليها. فهل سينجح أحمد الجربة أم أن التطورات الميدانية والعجز الخارجي سيضحيان مرة جديدة برئيس الائتلاف؟ وإلى أي مدى ستساعد علاقة أحمد الجربة بالأمير بندر بن سلطان في حسم الأمور لصالحه داخل الائتلاف وعلى الأرض؟ وهل ما عجزت عنه قطر عبر مصطفى الصباغ ستنجح به السعودية عبر أحمد الجربة؟